سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبصحه جيده دائما يا رب. اليوم ان شاء الله الوصفه ديالنا عباره عن خبز العرضات اللي كيجي صراحه بنين واقتصادي. نتمنى تجربوه، ما عليكم الا تبعوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله نبداو. كيف ما كتشوفوا عندي دقيق الفينو اللي هو السميد الناعم، وعندي هنايا الفينو، وعندي عفوا الفورس. كيف ما كتشوفوا ديك الزلافه اللي وريتكم، يعني درت عمرتها جوج ديال الفورس ووحده ديال الفينو صافي. وعندي السكر سنيده 3 معالق كبار، وعندي الخميره واحد جوج معالق على حسب الجو البنات، وعندي واحد جوج معالق ديال الزبده كبار، وواحد رشيشه ديال الملح. كيف ما كتشوفوا غندير الخميره بطريقه العاديه باش تفاعل. كيف ما درت السكر تما والخميره، غندير لهم شويه ديال الميه تكون دافيه، وغادي نغطيهم بواحد البلاستيك الغذائي نخليها البنات حتى تفاعل ليا. نحركها باش ينسجموا لي العناصر مع بعضياتهم باش تفاعل دغيا. صافي كيف ما قلت لكم، ونغطيها بلاستيك غذائي حتى تفاعل ليا ونبدا نعجن. غادي نقول لكم البنات، كنرحب بالبنات الجدادات كاملات اللي انضموا عندي، وكنقول لكم مرحبا بكم والف الف مرحبا، ونورتوني وفرحتوني. كما كتشوفوا البنات، بعد ما تفعلت لي الخميره صافي غنخلط النواشف اللي هو دقيق الفورس ودقيق الفينو. غادي نخلطهم، غنحاول ندير ديك الخميره كلها صافي. غادي نجمع مزيان بالطريقه العاديه ديال العجينه البنات، غنجمعها ضروري البنات ما ندلكوها، يعني ندلكوها ندلكوها مزيان صافي. المهم ساكن ما يا مزيان، يعني ودرت دخلت لها دوك جوج معالق الملح اللي راكم شفتو. دابا غادي ندير لها واحد جوج معالق ديال الزبده يكونوا كبار صافي. وغادي نبدا ندلك مزيان البنات وندخلهم. صراحه جوج معالق ديال الزبده البنات راه كيعطي واحد الطراوه كيجي بحال البريوش، خصوصا بهاد الحيله اللي ما كندخلوه حتى الاخر صافي. كيف ما كتشوفوا كندخل البنات، كنحاول اني ندخل وانا كذلك كندلك. صراحه اللي عندكم البنات يعني العجانه، انا ما عنديش، يعني كنستعمل غير كتيفاتي، مازال ما سهلش الله ناخذها صافي. كيف ما شفتوا كندخلها، اللي عندكم العجانه يمكن لكم تستعملوا هاد الخطوه، يعني حتى دلكوها مزيان، غير اللي ديروا دوك جوج معالق ديال الزبده باش يدخل في داك الخبز صافي. البنات كيف ما كشفتوا انا كندلك. نتمنى ان الصوره تكون واضحه لكم. هانتوما البنات، بعد ما يعني دلكتها صافي درتها في هاد لي بول، غادي نحاول نغطيها بلاستيك الغذائي حيتاش البنات تبارك الله الجو بارد، يعني غندير لها بلاستيك الغذائي باش تطلع لي صافي ان شاء الله البنات، ملي تخمر لي ان شاء الله ونرجعو باش نكملو التتيمة. ايوا البنات، العجينه خمرات ليا كيف ما كتشوفوا، غطيتها بواحد المنديل من الفوق. ايوا حطيت تما شويه ديال الباجو شويه ديال الجنجلان، صراحه هما اللي متوفرين ليا، وحطيت واحد الزلافه فيها الماء المتوفر لكم، زرعت لك حتى انا البنات ديروها، متوفر لكم يعني ديك الحبه السوداء ديروها، صراحه كيجي بها الخبز زوين وبنين صافي. كيف ما شفتوا كنشكل كويرات وتنغطس في ديك الميه، وكنغطس في الزرع يعني اللي متوفرين عندي كيف ما قلت لكم، وكنحاول نحط في اللاطه صافي. نشكل غير كويرات صغارين البنات، لانهم صراحه كيخمروا لينا وكي يعني كيصرخوا شويه صافي. كيف ما شفتوا كنبقى نشكل بحال هكا كويرات، صراحه اللي بتعبروا ميزاني يمكن لها تعبرهم ماشي مشكل، ولكن انا كندير غير عين ميزاني. كيف ما شفتوا البنات، يدي راه حرقني الفرن البارح، ولكن ما نعاودش لكم. عندي واحد اللحم صراحه خايب، حرقتني شي حاجه ولا الله يستر قاتني شي حاجه، يعني كيبقى لضرس السما ما كيحيدش. المهم لا عندكم شي حيله فيدوني بها. ايوا كي شفتوا البنات صافي، كنحاول انني نشكلهم يعني كويرات، غندير يعني قد غير عين ميزاني كيف ما قلت لكم. كيف ما شفتوا دوك درت 3 ديال الجنزلان، دابا غادي ندير الباجو. صراحه هذا الباجو كيجي صراحه زوين، وخصوصا العراضات صافي. كيف ما شفتوا غنكمل الكويرات ديالي صافي. كيف ما شفتوا البنات، بعد ما شكلتهم يعني كويرات، غنحاول نجيب واحد الزيزوار اللي كتكون صراحه البنات ماضيه وباقا جديده، يعني خلوها غير هذه العمليه. الا عندكم شي موس كذلك يمكن لكم تستعملوه صافي. غنحاول انني نشرطو شراطي عاديين كيف ما شفتوا،
غير باش يعطينا داك الشكل بحال ديال الخبز ديال المخبزات. هاد العمليه البنات ضروري ديروها قبل ما يطلع خمر، يعني الخمره الثانيه. يعني انا غندير هاد العمليه وغادي نغطيه تيطلع لي الخمره الثانيه. اذا كنتو زربانين يمكن لكم تشعلوا الفران تيسخن وطفيوه وتخشيو، يعني راه دغيا كيخمر. وصافي يا البنات، دخلت الخبز ديالي بعد ما خمر وطاب ليا كيف ما كتشوفوا كيجي رطب. كنتمنى انكم تجربوه، اكيد اكيد غادي يعجبكم. هاد الكريسه اللي بقات لي درتها لولدي، هي اللي بقات لي من العجين، يعني حاولت انني ندير مقدقد. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، ما تنسونيش بلي لايك وبتشجيعاتكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، خليتكم على خير.